حلقه جديده من مدار الغد اهلا بكم. مشهد سياسي جديد قد تشكله نتائج الانتخابات اللبنانيه فما افاق التغيير المحتمل؟ وتاثير القوى العالميه يكشف حجم الانقسام الطائفي داخل لبنان. على الرغم من تمكن حزب الله اللبناني من الحفاظ على كتلته النيابيه المكونه من 27 نائبا، الا ان قاعده دعمه يبدو انها تتقلص حتى بين ناخبيه الاساسيين. فبالمقارنه مع انتخابات 2018 شهدت جميع دوائر الانتخابات ذات الطابع الشيعي نسبه اقبال منخفضه، مما يؤشر على ان الاغلبيه الصامته غير راضية عن الحزب سياسيا. كذلك فان من ابرز ملامح الاستحقاق الانتخابي الاخير هو صعود النواب المستقلين والذين لا يلتزمون في الاغلب بهويات طائفيه او انتماءات سياسيه. هذا الى جانب النواب الجدد من المجتمع المدني والاحزاب التي وسعت من تكتلاتها النيابيه ما قد يعطي فرصة حقيقية لأخذ لبنان في اتجاه جديد. أمام تلك المتغيرات يتوقع مراقبون أن يشكل حزب الله العقبة الرئيسية أمام هذا الزخم السياسي، وأن يستخدم جميع أدواته للتأثير على الخطوات التالية. كذلك قد يلجأ الحزب إلى لعبة سياسية يتقنها حسب المراقبين وهي عرقلة القرارات والتسبب في الفراغ في المؤسسات الحكوميه وإحداث جمود في المشهد لكنهم ايضا يرون ان سياسه الحزب اي حزب الله التي اجدت نفعها بعد انتخابات 2005 و2009 قد لا تكون ناجحه هذه المره اذ لم يعد بإمكان حلفائه السياسيين ان يوفروا له الغطاء اللازم. وربما هذا ما يفسره عدم التوافق القائم على تولي رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا المنصب للمره الثامنه وهو تطور قد يؤثر على الدعم الشعبي لحركه امل وعلى علاقتها مع حزب الله لذلك فان من شان اختيار رئيس للبرلمان وتشكيل الحكومه المقبله ومن بعدهما الانتخابات الرئاسيه ان يحدد ملامح المشهد السياسي اللبناني ويوضح افاق التغيير المحتمل نرحب بضيوفنا من بيروت كل من جورج العقوري الكاتب والباحث السياسي وفيصل عبد الساتر الكاتب الصحفي ورشيل كرم الكاتبة الصحفية مساء الخير ومرحبا بكم في بكم في مدار الغد وابدا معك سيد جورج دكتور سمير جعجع جع يعترض على خيار نبيه بري حسب المعطيات والواقع على الارض هل بالامكان أن ياتي رجل آخر غير نبيه بري؟ طابت أوقاتك أولا موقف الدكتور جعجع ليس بجديد لأن القوات اللبنانية لم تنتخب يوما الرئيس نبيه بري واعتراض الدكتور جعجع كان على مسار مسار كيفية إدارة العمل داخل مجلس النواب من تفاصيل صغيرة كفقدان التصويت الإلكتروني إلى تفاصيل أهم بكثير كبعض الملفات والأمور التي تنام في الأدراج آه لذا الأمر غير مستغرب أما بما يتعلق بإمكان انتخاب شخص آخر غير رئيس نبيه بري بطبيعة الحال في ظل آه إمكان الثنائي الشيعي من من ايصال ال 27 نائب المخصصين للطائفه الشيعيه الكريمه من فلكهما أو ينتمون إليهم إليهما فسمت استحالة لإيصال أي رئيس مجلس النواب من خارج هذه الثنائية إلا أن التعبير عن الموقف قد يكون بورقة بيضاء قد يكون بأمور أخرى أما الأهم من كل ذلك أن الرئيس نبيه بري الذي اعتاد أن يكون رئيسا للمجلس من الدورة الأولى،, الأولى وبأصوات مرتفعة هذه المرة وان تم انتخابه سوف يكون بشق النفس ويكون باصوات ضئيله مقارنه بالمراحل السابقه وهذا بحد ذاته يعتبر مؤشر او خطوه في في اطار تسجيل النقاط بما يتعلق بالمرحله الجديده التي دخلها لبنان وبما يتعلق بتداعيات تداعيات حراك 17 تشرين الذي استطاع ان يفرض ايقاعا ما ويعيد خلط الاوراق في مجلس النواب، من هنا ان وصول الرئيس بري ان تم هذه المره فلن يكون كسابقاته سوف يكون وصول هزيل طيب سيد فيصل يعني لماذا يتمسك برايك الثنائي الشيعي بنبيه بري؟ هل يعني هل يعقل بأن كل هذه الطائفه وعددها الكبير لا يوجد فيها رجل سياسي قادر أن يكون خلف نبيه بري؟ مساء الخير إليك الأستاذ جورج والأستاذ راشيل ولكل المشاهدين وشكرا لهذه الاستضافة أهلا آه يعقل, يعقل أو لا يعقل هذا سؤال يعني ربما من الصعب الإجابة عليه في لحظ ما جرت فيه أو ما جرت عليه الانتخابات النيابية فعندما يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لكتلة برلمانية وازنة ورئيس لحركة أمل ويمثل تيارا قويا في الساحه الشيعيه ويترشح للانتخابات يصبح السؤال غير منطقي بطبيعه الحال يعني من غير المعقول ان يكون هناك رئيس لمجلس النواب ل سنه ثلاثين سنه مضت ثم يترشح ليصبح نائبا فهذا خلاف المنطق وخلاف العقل اما هل يعني هل هناك من هو يعني مؤهل لهذا المنصب بالتاكيد لا تعدم اي طائفه من ان يكون لديها مرشح في هذا الاطار يتسلم رئاسه هنا او رئاسه هناك، لكن المساله المعركه الانتخابيه خيضت تحت عناوين متعدده، اقصى هذه العناوين ما رفعته القوات اللبنانيه بانها تريد ان تنزع سلاح المقاومه وتريد ان تنتصر على المنظومه وكانها اتيه من الخارج لكي تغير مسألة في داخل لبنان هي جزء منها وكانت جزء منها حتى بعد 17 تشرين يعني هذا هو الأساس أن نتلهى بمعارك يعني وانتصارات وهمية كالذي تفضل به الأستاذ جورج منذ قليل أن إذا القوات لم تنتخب وهي لم تنتخب أبدا الرئيس نبيه بري ما الذي سيغير في واقع الحال يعني عمليا الناس في مكان وربما يعني شعار القوات او خطاب القوات في مكان اخر تماما وغير القوات بطبيعة الحال حتى لا أحصر القضية بالقوات اللبنانية مسألة رفع معركة اسمها معركة رئاسة مجلس النواب هي معركة خاسرة كائنا من كان يعني يرفع هذا الشعار هم يعلمون أنه لا خيار عن الرئيس نبيه بري باعتبار أنه يمثل 27 نائبا شيعيا منتخبا وبالتالي أما أن لا يكون هناك رئيس لمجلس النواب واما ان يكون الرئيس نبيه بري، فلماذا نتلهى بمعارك لا قيمه لها ولن يحقق فيها احد اي شيء، نعم رساله الاعتراض ممكن ان تكون على قضايا اخرى، ممكن ان نتعاون فيها جميعا، نعترض على كل ما وصل اليه البلد ولكن لا نعترض على شخص هنا ونقيم علاقات تحت الطاوله مع اشخاص اخرين. طيب. سيدة رشيل استمعتي إلى ضيفي سيد جورج وسيد فيصل ما رأيك بهذا الجدل الحاصل اليوم هل المشكلة الحقيقية اليوم بشخص نبيه بري أم هي مجرد محاولات ربما لتعطيل الانتقال إلى مربع العمل ومربع الإصلاحات أول شيء مساء الخير لإلي كمان المشاهدين وأيضا لأستاذ فيصل ولأستاذ جورج. أنا عم بستمع لهم اثنيناتهم يعني في شعور لابد من ذكره، انه كل طرف من الطرفين عم بيحاول تسخيف انتصار الطرف الثاني او تسجيل نقاط لانه يعني هذه هي السياسه. صحيح فريق القوات اللبنانيه فيه ويحق له ان يسجل على حزب الله خسارته لهذه الاكثريه النيابيه التي كانت لديه، وبالمقابل من حق حزب الله ان يقول للطرف الاخر نحن الاكثر تمثيلا شيعيا، نحن لا نزال ضمن الاكثريات التي سوف تفرض نفسها في البرلمان اللبناني. ولكن تسخيف الموضوع بهذا الحجم الموضوع في مكان أما المشكلة الأساسية في هذا النظام سيدتي يعني لابد من ذكر بأنه نظامنا بلبنان هو نظام الفيتو أيا يكن يأخذ الأكثرية إذا في طائفة تقرر أن تضع فيتو على مشروع معين على رأي سياسي معين على استراتيجية معينة بإمكانها فعل ذلك أكانت أكثرية في المجلس النيابي أم لم تكن أكثرية في المجلس النيابي والأمثلة كثيرة وبالتالي المرحلة المقبلة لا تقتصر على من خسر الأكثرية تقتصر على استراتيجيات التي سوف تبنى عليها هذه الدولة الجديدة شئنا أو أبينا هناك لبنان جديد يرسم ولكن علينا أن لا ننسى بأن عندما يرسم لبنان كذلك الأطراف الخارجية تلعب دور أساسي في هذه الرسمة وليس فقط الانتخابات الانتخابات هي محطة صغيرة لها دلالاتها ولكن القرار النهائي لشكل ووجه لبنان الجديد للاسف اقولها نحن كلبنانيين لسنا الوحيدين الذين نشارك بهذا الرسم، هناك ايران، هناك السعوديه، هناك فرنسا، هناك الولايات المتحده، هناك عوامل كثيره تلعب الان في المحيط العربي، علينا ان ننتظر نتائجها لكي تترجم نتائج هذه الانتخابات لاي دفه سوف تذهب ام سوف يكون مره جديده ستيكو جديد في لبنان ولكن هذه المره ايجابيه على غرار ما حصل ما بعد الطائف. طيب اعود اليك سيد جورج، اذا ما تحدثنا عن دكتور سمير جعجع حاليا وحسب النتائج هو الشخص الأقوى مسيحيا على المستوى السياسي كذلك الأمر بالنسبة لنبيه بري فإذا أين المشكلة في نبيه بري هو الشخص هو الأقوى في طائفته هو يحظى بشعبية وبأكثرية من الطائفة الشيعية المشكلة يعني يجب أن نضع المشكلة في الإطار الشخصي كالرئيس نبيه بري المشكلة هي مواجهة سياسية اليوم في لبنان نعيشها بين بين معسكرين بين فريقين فريق حزب الله ومن يدور بفلكه أو ما يعرف فريق المانعة وفريق اخر يقول انه هو الفريق الذي يعمل على الخط السيادي في لبنان لان مساله سلاح حزب الله الذي تحدث عنها زميلي فيصل هي معضله اساسيه فيما يتعلق ببناء الدولة لانه لا توجد دولة في العالم يعني يوجد 193 دولة في العالم لا توجد دولة هناك ازدواجية في قرار الحرب والسلم، ازدواجية بالعلاقات الخارجية، ازدواجية في امتلاك حصرية السلاح، لا يمكن بناء دولة في ظل هذا الواقع، من هنا المواجهة اليوم ابعد من شخص رئيس بري او شخص فلان او علتان المواجهه هي بين مشروعين اما مشروع بناء دوله ووضع حد للانهيار القائم اما الاستمرار بهذا النهج الذي الذي وصلنا اليه اليوم وابسط ابسط الامور على سبيل المثال الحصر مساله الاصلاحات التي تعطلت منذ مؤتمر سادر المجتمع الدولي يضع يضع شبه فيتو اي مساعده للدوله اللبنانيه ما لم نسير بالاصلاحات منذ 17 عشرين الى اليوم في مرحله جديده ايضا لم يتم السير باي خطوه جديه في الاصلاحات هذه الاصلاحات مرتبطه بامور تمس بمشروع حزب الله او بمدى قابليته للحركه كمساله ضبط الحدود وترسيم الحدود كمساله ضبط المعابر وما الى ذلك من هنا المشكله نعم في مساله فائض القوه وفي مساله السلاح غير الشرعي لانه لا يمكن بناء دوله في ظل هذه المفاهيم طيب سيد فيصل يعني حزب الله تراجعت في الدوائر الانتخابية نسب التصويت في الدوائر الانتخابية الشيعية المزاج الشيعي النتائج بيّنت بأنه لم يكن كما كان انخفضت نسبة التصويت أيضا الحزب خسر حلفائه السنه ايضا الدروز، يعني هناك معطيات كثيره دخلت على المشهد، الا يدفع هذا الحزب الى تغيير استراتيجيته او الى النظر بطريقه بانه فعلا اليوم المجتمع اللبناني يحتاج الى تغيير للخروج من كل هذه العقبات التي تقف امامه. استاذه يارا هل تاتون بالارقام من قناه الام تي في اللبنانيه على سبيل المثال للحصر؟ من قال لك ان نسبه حزب الله تراجعت؟ ومن قال لك ان حزب الله خسر؟ حزب الله كان لديه نواب أنا واصبح آآ آآ لديه نواب اكثر فقط دعني اجيبك على لي. استفسارك بس نحن لا نحتاج لان لا أخذ لا معلوماتنا من لا اي قناه اخرى لا سيد لا فيصل لا لم اقل لِأَنَّ لا يعني. حزب الله خسر يا استاذ فيصل لم اقل قلت خسر اسمحي حلفاء الم يخسر اسامه سعد حليف سني كان للحزب الم يخسر الحزب حلفاء كثر سنة اسمحي لي أن أكمل أنا ضربت المثال على من باب الدعابة وليس من باب أن أن قناة الغد ليس لديها مصادر لكن أعتقد أن هذه المصادر أيضا وقعت في التباسات الكل قيم الانتخابات من وجهة نظر معينة لا أعتقد أن أحدا في لبنان يعلم تماما أن حزب الله ربح وربح وحبة مسك يعني عمليا لكن الموضوع ليس ربح تقييم الربح والخسارة لم يعد له أي قيمة القوات ربحت التيار الوطني الحر لم يخسر الحزب التقدم الاشتراكي حافظ على مستواه عمليا الذي يخسر هو لبنان المزيد من الخسارة للبنان واللبنانيين أما مسألة التصويت ومسألة المقاعد كل يستطيع أن يقول أنه حقق انتصار عندما لا يخترق في الطائفة الشيعية أي مقعد فهذا انتصار لحزب الله عندما يستطيع حزب الله ان يربح مقاعد اضافيه سنيه كانت قد خسرها في السابق هذا ربح، لكن هل هذا يعني انه يكيس البشر؟ هل هذا يعني اننا امام تكييس للمقاعد كل يحاول ان يعني يجلب هذا المقعد لحصته كما يفعل السيد جعجع او يفعل فلان او علتان؟ هذا معيب بحق اللبنانيين وبحق المرشحين، الانتخابات انتهت الان. علينا ان نعالج ما هو ما هو الان موجود من مشكلات كبيره الاستاذ جورج طرح مشكله وحاول ايضا ان يعود الى التباسات مفاهيميه في الساحه اللبنانيه وتعيد السجال الى مكان يعني لا يمكن الوصول الى تفاهم بالنسبه لشانه وهذا الامر له علاقه بالخيارات حزب الله لم ينشا في كنف الدوله حزب الله نشا ولم يكن هناك دوله ونشا بسبب الاحتلال وبسبب التهديدات وبسبب الخوف وبسبب المجازر لم طيب. يكن لبنان هادئا ولم يكن لبنان مستقرا حتى نقول ان السلاح غير شرعي من يعطي شرعيه السلاح هي الدساتير الكونيه والدساتير الشرعيه الالهيه طيب. وليس قانونا من هنا وهناك سيد يامرني بالدفاع لو تسمح عن بلدي او لا يامرني كون ان الحزب دخل في المشهد السياسي الداخلي في لبنان لم تقتصر مهمته فقط على ما يسمى بحماية لبنان أو الدخول في معارك للدفاع عن لبنان أتحدث اليوم عن الحزب كحزب سياسي يدخل في اللعبة السياسية بعد كل المتغيرات الحاصلة، بعد ما شاهدنا انه بين 71 مقعد كانوا بال 2018 اليوم هو يملك 59 نائب فقط، 14 نائب ظهروا من قوى التغيير، هؤلاء حتى الان لا ينتمون الى اي فصيل او انتماء طائفي، كل هذه المتغيرات الا تدفع الحزب الى ربما مراجعه بعض السياسات، تقديم بعض التنازلات لخروج من مشهد الضبابيه الذي يعيشه لبنان منذ فتره؟ يعني لو لاحظنا الخطابين المتتاليين لامين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، كل خطاب كان فيه مد لجسور الطلاق وقال ان الانتخابات النيابيه انتهت خلف ظهورنا وعلينا جميعا ان نتعاون ونتكاتف لنخرج لبنان من هذه الازمات، اما ان ان نحمل حزب الله مسؤوليه هذه الازمات فهذا جزء من المؤامره التي تجري ويستمر البعض في يعني استكمالها في لبنان ما علاقة حزب الله بكل ما جرى ما علاقة حزب الله بانهيار الاقتصاد في لبنان ما علاقة حزب الله بتهريب الأموال ما طبع. علاقة حزب الله بانفاق الميزانية العامة على فلان وعلتان وضحت فكرة لم يكن جزءا من هذا المشهد وبالتالي على الجميع أن يدرك تماما التعايش مع سلاح المقاومة هو ليس تعايش مع سلاح غير شرعي هو تعايش مع سلاح حرر البلد ويحمي البلد إما وضحت أن فكرة على هذه المقولة فايصر. وإما أن نبقى في, 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 مثل هذا السجال الذي لن يقدم ولن يؤخر بطبيعة الحال سأعود إليك أذهب مرة أخرى إلى السيدة رشيل سيدة رشيل تغييرات كثيرة كما قلنا ظهرت أهمها كان ال14 نائب من مؤيدي الثورة الأنظار تتجه إلى هؤلاء ال14 نائب برأيك كيف ستكون شكل التحالفات القادمة هل سيصوتون لنبيه بري مع من سيتحالفون؟ بس اذا بتسمحي لي قبل في بدي بس مع احترامي لاستاذ او لجورج لأنه زميله بعرفه بشكل شخصي ولكن انا برفض التصنيف اللبنانيين بخط يسمى سياده وبخط ممانع في كثير عالم كلمه سياده يعني اذا واحد ما بيمشي بهذا الخط ما بقول شخص سياده هالانقسام الحاد اللي عم بيصير في كتار من اللبنانيين انا منهم بيرفضوا يعني فينا ما نكون بولا ما وحده من المحورين ونقدر نعطي الحق لكل طرف من الطرفين، مش ضروري نكون طرف تحت اللي نحن نفوت بالعمل السياسي او يكون عندنا راي بالسياسه بهذه النقطه، لانه الخلاف هون بايد استاذ فيصل، الخلاف بلبنان صحيح موجود على السلاح وصحيح هو جزء من المشكله، ولكن الهندسات الماليه وال 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 والانهيار الاقتصادي إجا بسبب سياسات اقتصاديه بالحد الاول طبعا السلاح لعب دور ولكن تصويب هذا الموضوع بهذا الشكل انا برايي هو ظلم وهو يعني اكثر لنوع على حديه بالخطاب يلي يعني برايي منه مطلوب بالمرحله المقبله اما على سؤالك على مساله نواب التغييريين نرجع على مسألة الأرقام لأنه كمان هلا شو عم بقول القوات الأقوى مسيحيا اليوم رئيس تيار الوطن الحر أثبت أو قال بأنه لا نحن يعني أعلى مسألة مين أكثر من أقل بعدنا موجودين فيها تغييريين عم نحكي بين بين 13 و14 و17 نائب لانه في ايضا نواب صحيح انه من الوجوه الجديده او يلي دخلوا خارج لوائح الاحزاب في جزء منهم هو ايضا مع خط المقاومه عم نحكي عن اسامه سعد عم نحكي عن عبد الرحمن البزري عن الياس الجرادي من جنوب الذي كان احد الاشخاص الذين خرقوا وكان علامه فارقه بهذا الخطاب في ايضا من التغييريين يلي واضح بانه المساله الاقتصاديه او ما يمر به المواطن اللبناني من مآسي هي أولوية بالنسبة إليه وإن كان لديه رأي بموضوع السلاح وهو مطروح بطبيعة الحال أما التصويت للرئيس نبيه بري بحسب المعلومات بأنه في مفاوضات بأن يكون أحد التغييريين وهو كان نقيب للمحامين ملحم خلف الذي انتخب للمرة الأولى أيضا نائب هو من الطائفة الروم أرثوذكس وهي التي يعني تعين في من أو تنتخب عفوا في منصب نائب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الحديث بعض المصادر تقول بان الحديث يتمحور حول ملحم خلف ان يكون نائبه وبالتالي قد يكون هناك تصويت اقل بهذه الطريقه تتمكن المعارضه لمشروع حزب الله او لهذه للمقاومه ان ان يضغط باتجاه ان يصوت لملحم خلف وأن لا يصوت للرئيس تبيه بري اما بيئه الاراء السياسيه لهؤلاء النواب والنائبات لانه يعني من هنا ايضا من السيدات واضح بأن هناك توجه ضد حزب الله ولكن الحديه مثل ما سبق وذكرت هي التي تختلف بينهم وان كان البعض ايضا يؤيد سياسه حزب الله ويعترض على الطرف الثاني بسياسته الاقتصاديه التي ايضا ادت بشكل اساسي الى انهيار الوضع في لبنان. تمام، سيد جورج برايك كيف للقوات ان تبني على كل المستجدات اهمها خساره حلفاء الحزب من المسيحيين والدروز وحتى من الطائفة السنية مقابل لوائح الثورة يعني أصوات كثيرة ذهبت للوائح الثورة بدأ الزبادة أريد أن أوضح بعض النقاط أولا حين تحدثت عن المعسكرين أردفت بأن المشكلة الاقتصادية وكل ما إلى ذلك المدخل الأساسي لحلها هو بناء دولة ولا يمكن بناء دولة والوصول إلى حلول اقتصادية كما شهدنا في السنوات الثلاث الأخيرة إلا من باب استعادة السيادة وهذا أمر مفروغ منه هذا أولا ثانيا ما يتعلق بشرعية حزب الله أتصور أن شرعية حزب الله سقطت كليا يوم السباحة في سبعة أيار العاصمة بيروت وبعض الضواحي ثالثا ما يتعلق بالأكثريات هناك أرقام تتحدث هناك موقع وزارة الداخلية نشر الأرقام من يجمع الأصوات يرى أن أقله في أقل الإيمان الوزير بسير لم يدخل اليوم في التفاصيل في في مهرجانه ولكن بكل بساطة هناك من كان يملك 27 أو 28 نائبا وأصبح اليوم 21 مع التشناق وهناك من كان يملك 13 أو 15 نائب وأصبح اليوم 19 صرف مع الحلفاء يصبح 21 هناك ارقام في العقديه فيه. سيد جورج يعني انت قبل قليل جبران الذي كان اولا في دائرته اصبح اليوم حل في المرتبه الخامسه في دائرته قبل قليل قلت بانه ليست هذه هي بسؤالك. المعضله المعضله هي ماذا بعد بضوء كل ماذا المستجدات بعد؟ الحاصله هل يمكن للقوات اللبنانيه ان تبني على ما تعتبره هي خساره للحزب القوات اللبنانيه ستبني على ما تعتبره تقدم من يشاطرونها الراي بمساله المشروع السيادي في لبنان والذي لا ينفي ان يكون يسير في الوقت نفسه مع معالجه الازمه الاقتصاديه والماليه والاجتماعيه، هذا لا ينفي ذاك، انما الاولويه والمدخل لاي حل هو المشروع السيادي، من هنا تحدث الدكتور جعجع وتحدث افرقاء كثر من التيار السيادي انه سوف يعمل على جبهه سياديه، واذكر ان تجربه قرنة شهوان في العام 2000 تهكم بعض الافرقاء من كانوا يومها في فلك نظام السوري او في فلك حزب الله وقالوا ان ثمانية نواب لن يغيرون شيئا وأن البطريرك صفير سوف ينبت العشب على أدراج بكركي راكم تكرنة شهوان نضالها وتطورت إلى لقاء بريستول وفي تقاطع دولي وبعد حادث مؤسف جدا هو اغتيال الرئيس حريري تمكن الشعب اللبناني من إخراج الجيش السوري من لبنان اليوم المساله هي مساله تراكم نضالات من اجل استعاده الدوله واخراجها من هذه الوضعيه التي هي مرهونه بها سيد فيصل لماذا كل شخص يريد ان يظهر من الطائفه الشيعيه في المشهد السياسي يتم تخوينه من قبل الحزب كل شخص يطالب بالتغيير يعتبر بانه عميل لامريكا وخائن ولا يريد مصلحه لبنان في عندك اسماء يعني مثلا على سبيل المثال حتى استانس لانه انا ما على علمي انه خوان وصف واصف الحركه مثلا اللي هو ابن الضاحيه ايه شو شو وصف الحركه؟ تم 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 شو, تخ... شو عملوا تم تخوين واصف الحركه واسماء كثيره يعني والدليل انه حتى الان لا نرى شخص شيعي او مرشح سياسي شيعي غير نبيه بري حتى الان يعني طيب واصف الحركه نجح صار نائب يعني حتى الواحد ينتخبه واصف الحركه هو خون كل الناس وهو تم اتهم كل الناس تم منعه منعه من ماذا راح اقترع الرجل وفي بعض الجماهير برا قالت له شعارات ضده يعني بيكونوا خونوه شو عملوا له يعني حدا اخده حدا عمل له عمل شيء مشكله يعني طيب هذه بيئه بالنهايه واصف الحركه لم يترك يعني انا بديش فوت باسماء الان لا يعنيني وصف الحركه او غير وصف أنت الحركه انت اللي طلبت يعني لا طلبت, طلبت اسماء يعني انه قيل عنهم انه هذه بشرى الخليل تتمتع بعلاقات ممتازه مع حزب الله حدا قال لها انت خائنه ما حدا قال لها انت خائنه واخذت 7000 صوت وربما كان لديها الفرصه بان تكون نائبه في البرلمان. طبعا انا لست مع فكره انه يعني بمعنى من المعاني ان ليس هناك من امكانيه للتعدد والتنوع. التعدد والتنوع هو غنى في كل الطوائف. لكن ربما ربما اللحظه التاريخيه في الطائفه الشيعيه ربما معقده اكثر بكثير من الطوائف الاخرى، هلا هذا له اسبابه وله علاقه بالشعارات التي رفعت، لو كان الامر متعلق فقط بالاصلاح وبالتغيير ومتعلق بالديمقراطيه ومتعلق بحق الراي ومتعلق بسياسات اقتصاديه كان يمكن ان يكون الامر افضل، لكن أخيضة المعركه تحت عنوان نزع سلاح حزب الله وتحت عنوان انه نحن سياديين وحزب الله عملاء يعني هلا ما بعرف فكره السياديين منين اجت يعني انا بايد رشيل ولقطه ممتازه يعني بكره بدي اعطيها هديه على هذه اللقطه انه يعني, يعني مين اللي بيصنف الناس انه شو سياده بعدين عم بيحكي عن نضالات الاستاذ جورج شفنا نضالات القوات اللبنانية يعني اشتيحة لبنان من قبل العدو الإسرائيلي كانت القوات اللبنانية مع إسرائيل وقاتلت مع إسرائيل وارتكبت مجازر مع إسرائيل وجابت رئيسين مع إسرائيل طيب ما شفنا لا أعرف القوات اللبنانية أي... جيش بس خليني كمل خليني كمل بس نرجع لمرحلة قبل التسعين خليني نحن اليوم, اليوم بعد نتحدث عن ماذا بعد يا سيد فيصل كيف يمكن تفضل بس كم... سريع بس... لانه وقت كم... الحلقه يعني اشرف على الانتهاء بال 2011 سمير جعجع قال بشار الاسد بعد اسبوع بده يسقط وبدي احلق إشوار اذا ما سقط وتدخل ده... في كل ما له علاقه بسوريا اليوم ماذا نعاني مليونين سوري في لبنان وبيحكي عن السياده وين هي السياده طيب. يروحوا يحركوا بالمؤتمرات الدوليه ما له علاقه بملف النازحين السوريين الذين راهنوا عليه ولا زالوا يراهنون حتى هذه اللحظة لكن ما النتيجة؟ النتيجة تكبد لبنان 33 مليار دولار بحسب وزير الخارجية الحالي الدكتور عبد الله أبو حبيب فقط على النازحين السوريين ما الذي جناه لبنان طيب. من السيادة التي تحدث عنها الأستاذ جورج وضحت, عن سي... وضحت فكرتك وضحت <applause> فكرتك سيد فيصل ولكن يعني اليوم سيدة رشيل العودة والحديث عن الماضي عن خلافات وصراعات الماضي إلى أي مدى تفيد لبنان أريد تعليق منك بس كمان بدي أرجع أعلق على مسألة السيديين لأنه كمان لفتتني مرة تانية وين بعتذر على هذا التفصيل ولكن هذا أساسا تنقدر نفهم المشهد اللبناني هالمحاولة الانقسام أه ما بعرف قديش المشاهدين بيعرفوا بجزء لا بأس به من من يدعون أنهم سياديين اليوم هم كانوا أزلام سوريا عندما كان الاحتلال السوري في لبنان يعني نحن اللبنانيين ما في بلد بتصور بيخرج احتلال منه ومن كان مناصر للمحتل يصبح هو السيادي هذه النقطة لابد من ذكرها لحتى نقدر نفهم وبغالي استاذ فيصل كمان بشغل بلد. صحيح في جزء لا بأس به من جمهور السوشيال ميديا ومن جمهور التويتر تحديدا أي شخص يعارض بشكل حاد حزب الله بشكل حاد أعود وأكرر نعم يخون او يقال يقال له انك صهيوني او يقول له انك عميل، هذه ثقافه ايضا موجوده ولابد بد من ان يعالجها لمصلحته وليس لمصلحه اخرى، اللي عم جرب اقوله انه من الطرفين في حصريه الوطنيه او حصريه السياده وانه اذا ما في ما في فريق بلبنان مناصر لايران ويقول على بانه يمول من ايران وهناك فريق اخر يعني يدار او او ينصح بالاذن من السعوديه ومن الخليج يعني ليش ما نكذب على بعضنا مين السياده بهذا الموضوع لا في عالم وطنيين هذه الصراعات اللي عم تتحدث عنها واللي عم نذكرها اليوم وايضا معروفه بالصحافه انا كشاب لبنانيه وكصحفيه لبنانيه غير مقتنعه بانه الحل لحتى نبني لبنان اللي كلنا بنحلم فيه اللي هو بصراحه اجمل وطن باسوا دوله مش هيدي الخلافات اللي بتوصل مش هيك شخصيا الـ 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 الاتكال او التعويل على النواب الجداد وايضا نواب اخرين ولكن النواب الجداد لانه عندهم قدره اليوم أن يكونوا اذن وعين المواطن اللبناني داخل البرلمان داخل اللجان يعني كمان ما ننغر بانه الامور سوف تتحسن او تتغير بشكل كبير وبشكل سريع لانه في فقط 13 او 17 نائب تغييري ولكن هؤلاء دورهم اليوم داخل اللجان داخل شن الق... سن القوانين اللي فيها احيانا بعض المواد اللي تمحى بسبب احزاب المصارف واحزاب قصص هؤلاء لازم يكونوا عين المواطن بالداخل والسوشيال ميديا كلها بخدمتهم، اذا كان التلفزيونات تنسب الى طرف او الى اطراف، اليوم السوشيال ميديا موجوده، على هدول انا بعول، على التغييرات الصغيره بالمعيشه لانه انا مدركه للاسف مجددا بانه قضيه السلاح التي يحاول الطرفين او طرف اكثر من طرف اخر حتى بالواجهه وحصر هذا الموضوع وبننسى مساله المصارف، ننسى مساله الكابيتال كنترول، ننسى مساله الاموال المنهوبه، بننسى مساله المودعين ومشاكل اللبنانيين بنركز على هذا المكان أه مش بهذه الطريقه، هذا المكان يحل بالخارج للاسف وقت بتركب التسويق ولبنان ينفذ كما نفذ بال 1990، على امل بهذه المره إن نكون مهيئين كدولة بالأمور الاقتصادية والمعيشية إنه نستقبل أي قرار حيوصل من الخارج. رشيل كرم الكاتبة الصحفيه شكرا جزيلا لك يا شكرا أيضا لأستاذ فيصل عبد الساتر الكاتب الصحفي ولجورج العاقوري الكاتب والباحث السياسي كنتم معنا من لبنان شكرا جزيلا لكم. نتابع أيضا معكم في مدار الغد. تاثير القوى العالميه يكشف حجم الانقسام الطائفي داخل لبنان اهلا بكم من جديد في مدار الغد تعد العلاقات مع القوى الدوليه محور انقسام بين الطوائف اللبنانيه اذ يرى كل منها في دوله او اكثر ظهيرا خارجيا له فبحسب استطلاعات رأي في هذا الصدد فإن اللبنانيين الشيعة يصنفون العلاقات مع الولايات المتحدة على أنها غير مهمة بينما يراها السنة ذات أهمية متزايدة كذلك تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع التأييد الشيعي للعلاقات مع روسيا خلال الأشهر الماضية بشكل كبير مقابل انخفاض بسيط في معدل التأييد السني فالسنه وعند سؤالهم عن اكثر دوله مؤهله لحمايه لبنان من الاعداء الخارجيين اجاب نصفهم بانها الولايات المتحده في حين اختار اكثر من نصف الشيعه في لبنان روسيا وبالسؤال عن الدوله التي يمكنها تعزيز حقوق الانسان والديمقراطيه فضل نحو نصف السنه الولايات المتحده وهو ما فضله كذلك العديد من المسيحيين، أما فيما يتعلق بالصين بدأ التوافق أقرب بين آراء السنة والشيعة فشعبية بكين آخذة في الارتفاع عند الشيعة فيما تحافظ على قوتها وثباتها عند السنة اما بخصوص ايران فالتفاوت هنا يبدو واضحا فغالبيه السنه يتهمون ايران بتمكين حزب الله بينما بقيت نسبه التاييد لها في صفوف الشيعه مرتفعه فيما اعرب المسيحيون عن مواقف اكثر سلبيه تجاه طهران بضيفينا من بيروت جورج شاهين الكاتب والباحث السياسي ومن باريس محمد كلش الكاتب الصحفي مرحبا بكما في مدار الغد وابدا معك سيد جورج يعني استطلاعات راي ودراسه لمعهد واشنطن بينت بأن هناك ميول داخل الطوائف اللبنانيه تجاه الخارج كل طائفه تميل نحو قوى من القوى الخارجيه كما كان في التقرير الى اي مدى تتطابق هذه الدراسة مع الواقع اللبناني اليوم إنها دراسة واقعية بداية مساء الخير لك ولكل المشاهدين الدراسة واقعية إلى حد بعيد وقد أفرزت الأحداث التي جرت في المنطقة واقعا جديدا أعاد الفرز الطائفي والمذهبي في المنطقة أحداث سوريا لم تكن لم يكن من السهل استيعابها دون تردداتها الطائفيه والمذهبيه وخصوصا بعد احداث العراق وجاء الغزو الروسي لاوكرانيا ليطيح بهذه الظاهره ويعززها اكثر من الواضح ان هناك انقسامات واسعه قياسا على حجم المخاوف من ان ينفجر الوضع لولا لولا التدخلات والضوابط التي وضعتها القيادات الروحيه والقيادات السياسيه لكنا نشهد صراعا مذهبيا واضحا في لبنان وما جعل هذه الظاهرة أقوى بالمفهوم السياسي والعاطفي جاءت أزمة أوكرانيا لتعزز هذا الانقسام قياسا على حجم الانقسامات الدولية هناك فرز اليوم على المستوى الدولي بين محورين كبيرين كأن عزز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحضور الروسي في المنطقة فجاء الترحيب على مستوى الطائفي والمذهبي في لبنان ودول المنطقه على اساس ان الاحاديه الامريكيه انتهت وهناك ثنائيه جديده توحي بان بوتين احيا دور الاتحاد السوفيتي الكبير طيب. على هذه الخلفيات يمكن ان تكون الدراسه قد اصابت في جوانب عديده طيب. من هذا انا اطلعت على هذه الدراسه طيب. قد تكون اصابت في جوانب منها مع الإشارة الضرورية إلى مفارقات عدة حول هذا الموضوع يمكن أن نتناولها في مسار الحلقة طيب، سيد محمد إلى أي مدى برأيك اليوم التحركات الخارجية معنية بهذه الولاءات الطائفية للخارج؟ هل هي مرهونة بها أم أن هناك حسابات أخرى تحرك القوى الخارجية؟ يعني بدايه معروف ان القرار السياسي في لبنان بشكل عام وفي مراحل مختلفه في تاريخ هذا البلد القرار السياسي ياخذ دائما او في اكثر الاحوال ياخذ في الاعتبار المواضيع التحركات والمواقف الاقليميه والدوليه ومدى على علاقات دول صديقة وغير صديقة إقليميا ودوليا بهذا البلد هناك في لبنان انقسامات وهذا أمر معروف انقسامات لدى الشعب اللبناني بالنسبة إلى التأييد إذا لم نقل الانتماء لنقل التأييد أو عدم التأييد لبلد له علاقة في لبنان وبشعب لبنان علاقة سياسية علاقة اقتصادية علاقة أمنية علاقة عسكرية إلى ما هنالك لكن آه يعني أسمح لنفسي أن أقول واعذروني أن أقول أن آه أن ما يعاب على هذه الدراسة أنها آه انطلقت من موقع طائفي محض لكن الموضوع اللبناني ليس فقط موضوعا طائفيا يعني يعاب على هذه الدراسة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار ما يمكن تسميته والحال هذه ولكن لو تكلمنا بصراحة سيد محمد ليست الطائفية هي التي تحرك اليوم المشهد السياسي في لبنان المشهد السياسي في لبنان تحركه الطائفية لكن ليس مئة بالمئة والدليل, والدليل أن النواب الجدد التغييريين الذين فازوا في هذه الانتخابات يشكلون عمليا نحو 20% من أعضاء مجلس النواب والذين صوتوا لهم لا أعتقد أنهم صوتوا لصالحهم من موقع طائفي وإنما من وجع مع من و... من وجع معيشي من وجع ازمه معيشيه هؤلاء ولدوا من رحم الازمه المعيشيه اللبنانيه وسانتقل من هذه النقطه اعتقد انهم سانتقل من هذه النقطه التي اثرتها الى سيد جورج سيد جورج السيد محمد ذكر القوى التغييريه 14 نائب الذين كسبوا المقاعد في هذه الانتخابات إلى أي مدى يمكن للشارع اللبناني أن يراهن عليهم بالفعل أم أن بعد قليل ربما ستتمكن أيضا الطائفية من أن تلعب لعبتها ويتم استقطاب كل نائب حسب طائفته أو حسب مشروع سياسي ما. بداية أنا لا أشاطر نظيري في هذه الحلقة بأن من المعيب أن نتحدث عن الطائفية في لبنان. هناك منطق طائفي مذهبي وتحشيد مذهبي رافق الانتخابات النيابيه قبل ان نتحدث عن دور القوى التغييريه هناك احاديه تمثل الطائفه الشيعيه وهي متمثله بالثنائي امل وحزب الله وهي قوه اليوم طاغيه قوه تصاعدت بفعل هذا الانقسام الطائفي المذهبي وتحديدا منذ طلوع فجر الثوره الاسلاميه في ايران وإنشاء حزب الله في لبنان وصولاً إلى ما سُمي بالجيوش الستة التي أنشأها الحرس الثوري الإيراني في ستة عواصم عربية ومنها بيروت. هذا 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 التصعيد الطائفي الذي حجز 27 مقعداً طالما أن نتحدث عن الانتخابات النيابية، حجز 27 طائفة مقعداً نيابياً للشيعة في لبنان بالكامل يعني بتمثيل مئة بالمئة. وكذلك بالنسبة للتيارات يعني الأخرى والمذاهب والطوائف الأخرى سؤالي لك هو عزيزتي ليس يتم هناك استقطاب لا عفواً طوال التغيير ليس هناك أحدية ليس هناك أحدية في التمثيل الطائفي المعتمد رسميا بالدستور اللبناني عند المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ليس هناك من أحدية في التمثيل الطائفي المعترف به دستورا سوى على المستوى الشيعي، اثبت السنه ان هناك تنوعا كبيرا ابرزته الانتخابات بعد اعتكاف وعزوف الرئيس سعد الحريري، المسيحيون دائما لديهم تنوع تنوع دائم في السياسه، ليس لا يمكن لاي قائد او زعيم مسيحي ان ينشئ احاديه او ثنائيه او حتى ثلاثيه مسيحيه. هذا امر هذا انعكس لندع لنقول ان وصول التغييريين وممثلي المجتمع المدني الى مجلس النواب امر يخرق الطائفيه والمذهبيه الخيضة الانتخابات على أساس مواجهة منظومة سياسية تتمتع بقوة وبفائض القوة الشيعية هذا هو الهدف ولذلك طرح موضوع سلاح حزب الله عنوانا اساسيا للمعركه الانتخابيه الى حين التوصل الى هذا التمثيل الذي وصلت دخل فيه تصوري ان غدا غدا عندما يتسلم مجلس النواب الجديد سيدخل الى المجلس النيابي عددا من النواب احدهم ما زال يحتفظ بشظيه في قلبه عندما كان يتظاهر على مدخل مجلس النواب بقنبله اطلقها عناصر حمايه مجلس النواب. كما سيدخل نواب اخرون ما زالت الشظايا في جسمهم فكرتك سيد جورج اعود اليك سيد محمد حسب الدراسه العلاقات مع الولايات المتحده تشهد زياده طفيفه عند الطائفه السنيه يميل السنه في لبنان الى رؤيه الولايات المتحده بانها قد تكون الاكفا على آآ آآ رعايه مصالح لبنان هل الولايات المتحدة اليوم برأيك معنية بالتعامل في الملف اللبناني؟ هل يقع في مقدمة اولوياتها؟ طبعا الملف اللبناني معني الولايات المتحدة معنية فيه معنية فيه كذلك فرنسا كذلك السعودية كذلك ايران دول عدة معنية لكن اسمحوا لي بس أن أعود إلى إلى موضوع الحضور الشيعي، القوة الشيعية التي ذكرت ذكر الضيف الكريم من بيروت أقول صحيح أن الثنائي تمكن من تحقيق من إيصال سبعة 27،, 27 نائباً إلى البرلمان لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نسبة المشاركة في المناطق التي يعني اقولها بـ 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 بمراره بالمناطق التي تحسب مناطق شيعيه وانا لا احب هذه التعابير طبعا لكن اولا نسبه المشاركه والسؤال الثاني لماذا لم يكن هناك منافسون او عدد من المنافسين الحقيقيين للوائح الثنائي في الجنوب أنا أعتذر, أعتذر منك سيد محمد ولكن بقي لدي مطروحان في... بقي لدي دقيقتان أرجو حتى نعم. يعني لا نخرج عن عنوان نعم. هذا هذه نعم. الحلقة أريد أن أعرف منك كيف سيتعامل الغرب مع لبنان هل من منطلق طائفي حسب الولاءات الداخلية للخارج أم أن هناك حسابات أخرى وسألتك عن الولايات المتحدة الأمريكية كيف ستتعامل مع الطائفة السنية اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا والدول الغربيه بشكل عام تتعامل مع لبنان كدوله لبنانيه بدليل ما تقوم به فرنسا، فرنسا المؤتمرات ذات الدعم ذات صفه الدعم المالي للبنان كانت لكل لبنان وكذلك الولايات المتحده الامريكيه حين تدعم الجيش اللبناني يعني اكثر صحيح كان هناك مسافه بعيده الى حد ما قياسا لما كان الدور الامريكي في لبنان في وقت من الاوقات لكن لم تتخلى الولايات المتحده الامريكيه عن دعم الجيش اللبناني والقوى الامنيه في لبنان هذا معناه ان ان الولايات المتحده الامريكيه مهتمه بكل لبنان وهذه الدراسه قد لا تعني بشيء الموقف الامريكي المختص بالاهتمام الامريكي بلبنان الغرب بشكل عام علاقته في لبنان بكلية لبنان ولا مصلح له في ان يكون مع فئة دون اخرى مع طائفة دون اخرى، صحيح ان هناك من يؤيد الغرب في لبنان خاصة في اوساط المثقفين غير الطائفيين لكن هذا ليس لا يعني ابدا ان الغرب سيهتم بهؤلاء فقط لا غيرهم دون سوا سواهم من اللبنانيين. شكرا جزيلا لك سيد محمد كرش الكاتب الصحفي كنت معنا من باريس، الشكر ايضا للكاتب والباحث السياسي جورج شاهين كنت معنا من بيروت والشكر موصول ايضا لكم مشاهدينا الى هنا تنتهي حلقه اليوم من مدار الغدوات تابعتم فيها. مشهد سياسي جديد قد تشكله نتائج الانتخابات اللبنانيه فما آفاق التغيير المحتمل؟ وتأثير القوى العالميه يكشف حجم الانقسام الطائفي داخل لبنان. الى هنا تنتهي حلقه اليوم من مدار الغد، الى اللقاء.